بسم الله بدينا وعني بيصلينا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الورد والفل والياسمين، صباح الصحة، صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية. فيديو جديد صديقاتي معنا لليوم، فيديو اليوم البطلة متاعه هي ياسمين الغالب. أنا اليوم واصلة بي لدرجة كما تسمعوا في صوتي، ديما تقولوا لي فاتنا علي الشمس، يبقى فاتنا علي شراني. عندي حساسية، عندي مشكلة مع أي هواء يدخل لي، أي حاجة تأثر على صحتي. نشكيكم الخير، أعزكم، لطف عليكم ربي، يمتعكم بصحة، يحكم الناس الكل. ديجا تنصور لكم كان ما نحبش نشكيكم وكهو. المهم كنا معملين عليه، نحن البارح صاهرين ياسمين تتفرج، شفت البانكيك، قلت لي فاتن غدوة نعمل بانكيك، غدوة نعمل بانكيك وباش نعمل. وانا مع اني انا صبحت مانيش قد ولت عملته ياسمين، باش تشوفوا صنفها من الدرجه الاولى. وقلت لكم احكم وباش نعديها لكم تسلم عليكم. حسيلو هاكم معانا في فيديو اليوم كالعاده، فيديو كله نشاط وحيويه وطاقه ايجابيه رغم المرض رغم كل شيء. ديما نحب نكون هزه روحي، وديما نحب نكون حاضره معاكم بنشاطي وحاضره معاكم برشا طاقه، باش هكاك نعدوا نهيرنا على محلاه. وهاكم معانا وان شاء الله فرجه ممتعه للناس الكل. ياسمين تخزر لي قلت هاكم معانا، تحبي انت تقولي هاكم معانا؟ شوفوا عيني كيفاش بالدموع البنات. ما قلت لي ياسمين لاحظت اللي كتبدي انت ما تصوريش تبدا الدنيا راكحه، نبدا انا نصور الدنيا كلها تولي حس، تولي موتورات، وتولي يا ربي نحاسيلو. رغم كل شيء ديما نكونوا موجودين، حاسيلو بقدره ربي، ربي يعطينا الوقت الطيب وصحه الابدان. قلت لكم ياسمين قلت هاكم معانا، خزرت لي تحب تقولها هي انت هاكم معانا، وان شاء الله نهاركم فل. صباح النور، صباح البهجه والسرور، صباح النشاط الحيويه والطاقه الايجابيه، وينكم الناس الكل، توحشتكم برشا. اليوم انا وفاتن باش نطيب انا معاكم، نقدم لكم البانكيك نتاع ياسمين باش نبهركم بالطبخ والوسمه وبرشا برشا برشا برشا. راني نعرف نصنف وما زلت ما شفتوا شيء، وهاكم معانا في فيديو اليوم، وان شاء الله نهاركم فل الناس الكل، وان شاء الله ديما فرحانين وديما زينين، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عيدكم مبروك. وهاكم معانا كل يوم عيدكم مبروك، عيدكم مبروك، عيدكم مبروك، مازالوا العيد. احب نقدم عيد ميلادي راهو قرب، ونحب نقول لكم حاجه اللي عيد ميلادي بدل عيد بيوم، هو العيد نهار السبت 9 جويليا، عيد ميلادي 10 جويليا. كل عام وانت حيه بخير يا ياسمين، عيد ميلاد سعيد وعمر مزيد، وربي ينجحك وربي يفرحك وربي يعطيك ما تتمني. وباش نستدعى برشا بيت مش نستدعاهم في الوعد، نستدعاكم وراء الكاميرا باش نعمل عيد ميلادي، وتكونوا حاضرين وتكونوا فرحانين، وميسالش غير كدوي حتى اللي يجي انا قلبي سمح، ونحب صدق كدوي حد اللي جاب جاب واللي ما جابش ما جابش، ما هو فات عادي، ما هو عادي. انا باش تحضر كيف باش نعمل البنياتا، كيف باش نطير شقه، وكيف باش نقص الجاتو، كيف برشا برشا حوايج. ونهار العيد زاده باش نشوفوا انا وفاتن واش عملنا. هاي قاعده تقترح عليا في اقتراحات نهار العيد، فاتن نعملوا كذا ونعملوا كذا ونعملوا كذا، باه خليها لهم مفاجات حتى ان شاء الله نرتاح انا. ان شاء الله ترتاح فاتن، ونعملوا اللي قلنا عليه الكل، وان شاء الله عيدكم مبارك الناس الكل معانا. اليوم البنات ياسمين هي اللي باش تحضر لنا الاكله نتاع اليوم. علاش؟ على خاطرني انا مريضه، طلعت لي سخانه برشا برشا ان شاء الله لاباس، قالت ياسمين برشا برشا. فياسمين قالت لي باش نحضر انا فاتن فطور الصباح، تفرجت عليه هي في التلفزه البارح ونحنا صاهرين، وقيدته في الكراسه نتاعها اللي هي هذيا في كراستها، وقالت لي اليوم فاتن انا باش نحضر لك الفطور. حضرت لها انا المكونات باش نكونوا واضحين، اهم خلي شوفوهم البنات، هذه راهي تقطيعها في الرخام البنات. هنا حضرت لها المكونات اللي تستحقهم. رجعي تو ياسمين البول وانتي ابدي قدمي الفيديو نتاعك. عسلامة. اليوم انا باش نقدم
نقدم لكم تحضير البانكيك فطور صباحي انا وفاتن، وهفوا معنا في تقديمي للبانكيك. نبدو شوفوا في الاخر، في الاخر كتبوا لي عليها هي دوم دوم خديتهم من المونوبري البنات الصحفية دوم. فياسمين اليوم عندها هي الملعب هاي اول حاجه خم بعدها هكا باش تبان لك الطابل السيستم البلون دو ترافاي نتاعك. هاي اول حاجه باش نعملها هي مغرفتين سكر كبار نحطوهم سيد، مغرفتين سكر كبار، مغرفتين صغار خميرة جاتو ليفور شيميك هذي، مغرفة ملح صغيرة. توا باش نعمل الفرينة، باش نعمل كيس فرينة، كيس فرينة ميساش حتى كانت تكبلك منها شوية عادي يعطيك الصحة. المهم معانا انت تقدي روحك يا ياسمين، برافو ميساش معلمة قرقعت لي البلون دو ترافاي ما تشعر دوما ميساش معوم ميساش. المهم انت عملتي حاجة يا ياسمين مجهود يشكر. كما قلت لكم كيس كيس معبي بالفرينة هكا فرينة ونصبوه. خلم الفرينة ونرجع لكم البنات، نحب الساعة نعمة ربي شفتوا كلي جاية باش تريحني وتعاوني. لا انا نعمل كل شيء تو نمسح انا هاي. وهنا لمينا الشيء اللي عملته ياسمين معومة معومة بي. تو وش باش تعملي ياسمين؟ انا ساعه باش نخلي البلون دو ترافاي، البلون دو ترافاي نتاعي نظيف صحيح، نحط الحوايج اللي استعملتهم في اللافابو. ها نحط الحوايج اللي استعملتهم في الليفي، في الليفي صحيتي هكا هاي استعملته حطوني. برافو ياسمين. ام بي باش نخلطوا المكونات باش تدانس مع بعضها هكا. هاوني تخلط لكم في المكونات جاني برونشي تقوي البنات من الكليماتيزور مع الاسف راني انا وياه ماناش صحاب حتى الطرف. ايه ياسمين ومن بعد بالصبح البارح في باليش سامحني ياسمين البارح في باليش باش نحي بالترمومتر نقيس في السخانه وياسمين معايا تعس عليا وفي النباس الحمد لله على كل حال. هاي يا ياسمين ميرسي بنت خالتي مو نسيتني الحقيقه هي بعميلها هي المحل. هاي كملي حضرين رحتو باهي. تو نجيبو بيضة المخفوقة، البيضة المخفوقة البنات باش نخلطوها ايوا هكا باش تخلط ياسمين البيضة، البيضة باش تولي مخفوقة. رد بالك ياسمين يتبزع ديما بسياسة هيك هيك. هاي صبي تو حط هوني ديما البلاندو ان شاء الله بركه ما قطرتيش في القاعه ياسمين. لا لا كي تهزي ديما هزي بحاجه ما نهزوش الكيك. صبينا البيضه المخفوقه اي كل حاجه نستعملوها نحطوها باش تكون الدنيا نظيفه هبتي. وتوا البنات باش نصبوا الزيت، الزيت مغرفتين كبار زيت زيتونه دالة زيت قطانية صبوه. زيت زيتون راهو يجيك قوي ايه. هما قالوا لك زيت اما حنا قلنا لك كي قالوا هما زيت عارف باش حطي زيت قطاني خاطر الحلويات ما تعمليهاش زيت زيتون من المفروض تعملي لها ديما زيت قطاني يجي اخف جيك لايت بيه. وتوا باش نصب الحليب، الحليب اللي هو الكميه نتاع الحليب تكون هي تكون كيس من الحليب، كاس من الحليب باش يكون في الخليط. صبوا هكا كل شيء لازم يكونوا بتفينيس كما تقول فاتن كما تقول فاتن بتفينيس هيك
كيس حليب هاي كيس حليب ساعدك يا دلال بنتك حتى ارجع لك حاجه هاي حطي كيس الحليب صب اوب جيت باش نهزك من فوق ما نجمش هاني هبطت الارض هذا كاس الحليب برافو ياسمين هاي تعبيني في اللي في خاطر في الاصل ما خليهاش تخصمغ ونغسل انا بنتي هرت يديها قبل بالجافيل نمشي من تو لقى يديها محروق تو قالت لي فترة نقع تو باش نخلطو الخليط اللي عملناه كله بركع مكثوح مليح مليح بالفوي حتى لين الوالي متجمد مع بعضه حياتي صحيتي يا سيدي سامج بعضه وولينا كل رطب كل رطب مالش باش تراو كي تشيخي محسن ودلال بالفطور الصباح شيخو مسكت وش هتعملينه مزيد نعمل لهم الكيك نعمل لهم القطو بجلجلين انا هو قطو بجلجلين تعمل فيه انت نعمل لهم الكريمة برشا كريمة دي ما تعملها نقصة سك ياسمين الكريمة على الباكو حطي نص إطرة حليب عليه ثلاثة مغارف سكر كبار تاع ماكلة المغارفة اللي ناكلو بها صاي عودي ديما اعملي هذيك باه بأربعة يجوك حلو تجيك حلوة برشا الكريمة اعملي ثلاثة سيسيفيزون باه على خاطرك انا باش نعمل فاتي مانيش ما نعملهاش لهنا انا الكريمة الكريمة نعملوها نزينها بالجلجلي وبال لوز هاو عن حاضر هاي اسمي صدقوني واقفة حشيكم نشكيكم الخير والسخانة تنزو تنفض كملنا خلك كملناهم وتوا باش نمشو للمرحلة الثانية هي طيبة معناتها في المقلة باهي وهيك كما قلت لكم باش نتعادلو للمرحلة الثانية هي التطيب تو هيك شعلت لي فاتن الغاز خاطر انا ما نعرفش نشعلها ما مسوش الغاز ما هو فات اي وتو يا سيزمنا المقلة اي المقلة حطي المقلة يا سمي صحيتي لي ديما بعيدة لي دي لي ديما في الغاز صحيتي باش ما تطيحش علينا برافو يعجبك دروس تعليمي هاي شنو تحبي تو باش نهز المغرف هذا المغرف نخلوها الساعة هيك شوي المقلة تسمها تبدا تسخن وتوا باش ندهن المقلة بالزبدة سيبيها تتمشي وحدها ياسمين هبتي تتمشي وحد هاي والله لا عاد نجم نوقف هاي ياسمين هاي حركي المقلة ياسمين حركي هاي حطي توا المقلة المقلة هاي هاو البانكيك تاع ياسمين تنشوفوا عاد الابداع ياسمين راه لازم ما نتكلم ولا ما نتكلمش نتكلم ننصحك ولا تعرفي انصحيني الكبير احسن من نصيحة الصغير باهي توا حطي حطي المغرف اعملي منه دورة غاديك دورة صغير بيه كي تجي تهزي ديما امسحي هنا هيك ليسي هيك صحيتي من غير ما تدوري كيك صحيتي يز 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 رجعي توا الواحد نتاعك تري بيان ياسمين يس ها عارفه تعملي لنا البانكيك ياسمين هاي 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 وين الواحدة الاخرى صحيتي هذا اللوز زيد راح ياسمين لا خليها مازال خلينا نزيد شوي ايه البانكيك ياسمين رجل الشيف ياسمين هاي اقلبي ايه ترا كي تقلبي ياسمين هكاك هزي اي كيكه لا 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 مشي راه الاخر هكاك دوري من غادي حتى لين دوريها بكل تو اقلبي هاي هي هي ترا نشوفك شاطره ولا لا صحيتي خميس على ياسمين وزوجت ما شاء الله
هي راني ما نقول لها شيء وحده هكا كت... هاني نوري لها كل الحاجات اللي ما تجيش مثلا مش ما تحطش تطيح شي حاجه ولا اما بقيت هي تقد روحها في التعبير. استنيني ياسمين خلينا نجيبوا صحن باش تحطي فيه البانكيك. ايه نجيبوا صحن نحطوا فيه البانكيك باهي مناسب جدا. هاي دوريا هاي خليها طيبه خاطر انا نقصت على الجهاز حتى لين تكمليهم الكل. تراهق البيها ياسمين شوي شوفوا شكلها طريه مازال تبرامو. او لا لا او لا لا تشهي الطفله هذيا ولا شاطره هذيا ولا اشطر منها ما فماش. تسمع دابي فاتن اللي ان انا تعرف الطيب هذا كيف ما تعلمته من كنت كي ما جيتش انت انا ما نعرفش خاطر فاتن كان طيب قد كان نقول حاجه باش نطيب يقول لي باهي ميساس تنصحني وتعاوني وتقول لي تعلمي باش تعلمي ونعركها كل يوم انا وياها في العرك قبل في دارهم كل يوم اغسل معونة هنا والله نخلي فيها تغسل. ياسين خلي فيك هنا تغسل ابدا تغسلش معون كان تو غسلتك الكاس باش ما نحلفش بوالله اما في العاده ما تغسلش ما خليهاش تغسل جمل نخاف عليها من جافيل وكل تهريش يديه. جافيل عندها شيء كبير ناحيه جافيل بالنسبه لها هي اوبا اي اللي بعده بعد قوي ساعه لا بنحطوش غادي ياسمين دي منحطو على حاجه ما نحطوهاش واحد هوني حركي المقله بشكل الزيت يرجع لك نتاع الزبد حركيه شوي صحيتي شفتي كيفاش العلم نور بعدي على مريولك صحيتي هاي حطي تا حتى لين تكملهم ياسمين الكل نوريهم لكم في الاخر هاي يزي ياسمين هزي كما العاده قطريها هكاكا ويلا بسرعة تو في المقلة ياسي ربك تقطر لك تري بيان كيفاش كيفاش ياسين كيفاش هذيك نتاع عيديك يس ديما ناجحة ياسمين كل شيء صحيتي كمليهم ياسمين وبعد ما تكمليهم تو نجيك نطلع هيك باش نقلب الكعبة هذي اللي قرب الطيب ما شاء الله عليها سمحة شوفوا فيها احمرت وشكركم صديقاتي بتطيبي بتصنيفي وهالشيء اللي عملته كل وشوفوا محلية البانكيك وش عملته وما زلت بس نزيد نعمل ما زلت البول فيه بس نزيد نعمل باشا باشا ولكم ما زلتوا ما شفتوا شيء من تصنيف وتطيبي راني ما زلت باش نبدع انا وفاتن نبدع برشا 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 حب برشا تطيب برشا تصنيف حطيلو اي ياسمين نحي كعبتك تراه وحطي واحدة اخرى يجيك برشا ياسمين ما شاء الله اي حطي لي بعد هاي السمينة هاي وتوا بعد ما كملت كاسم طيبت البانكيك نعملها العسل هاي حطي ياسمين العسل قلت كنا نحب كيما شفت نحب نعمل هكاك هكا هيدا العسل محليه هاي حطي توا تراه كيفاش باش تزيني تري بيان بالطول صحيتي خليها المغرفه هذيك باش اعملي حاجه اخرى فيها ما قلتي شنو باش تحطي اخر باش نجيب الشوكولا باش تحطي شويه شوكولا اي حطي شوكولا ياسمين هذه فنانة طلعت تعرف شنو تحب شوية شوكو ها حطيها كيكة ذوبة الدنيا سخونة ياسمين عادي 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 اللي بعد شوكولاتة هي و يزدينا من الشوكولاتة توا نعملوا حاجه اخرى هاي تحبها فاتن شنو هو طالب المعجون اللي عملناه في الدار المعجون وقتي جبتي هذه نعملها هوني هكا شوي معجون صحيتي ياسمي صافي ومن بعد هي تحب تزيد اذا اجبر كارني هي لندور هي
حطيت الشوكولا مع البانكيك، يعني مع البانكيك. تعاودي مع البانكيك نحطوه على الميواتي. الميواتي قلت لكم ايه، حضرت كعبتين ياغورت. كعبتين اللي كنتي هي تموت عليها، باش نتمنى الانواع الكل. مش ماشي فريز فاني. هذه القشطه ياسمين تحب فطور الصباح بالقشطه. كريم فريش، كريم فريش تحب كريم فريش ومعاه معجون، وتحب على العظيمة نتاعها هذا المعجون اللي عملناه. شفتوا شكله هذا معجون ديالي. اليوم تعب اكثر من امس ياسمين، دبتي برش لطف عليك ربي يشفيك. عيشك ياسمين عيشك. والله بالحق البنات اصعب حاجه، اصعب حاجه نعدي فيها الايام هذه. مهم وتوا هيك العظمه هي خلتها على جنب ياسمين عظمتها، وهذوما الفطور نتاعها نودوكم ولا شهوكم وان شاء الله ان شاء الله قاسمكم في الجنه. صح الحق هيك الحق في القهوه نموت عليها، عشق القهوه الشوكولي. هاي حطي من قهوه شوكولي في، حطي مغرفه وتو نسخنوا تاعها. انا والله ما عين عيني في شيء، ما عينيش في العسل. قلت للمراه عملت زانه لبنيتها، هي عملت زانة شربتها سخونة، صفيتها وشربتها، حطيت فيها نعناع، حطيت فيها كروية، ومازلت ممكن ياسر نمشي للجونس. غادي يكون نستعمل مغرفة حديد هنا، خليها هذيك غطيها وحطيها هكاك، باش كي نجو نستعمل. أصلا أنا خرجت غسلتها وأنا نحط هنا الواحدة هذيك. باهي سكر ياسمين، تنسيش السكر، سكر تراه ما تكثريش ياسمينة باش تاكلي ماكلة صحية. باهي يزي يزي من السكر. تو عندك شوكولاتة، عندك معجون، وعندك عسل، وعندك تحبي تزيدي السكر في القهوة. نو هاي باهي ياسمين باش تصب قهوتها. صبي قهيوت وحليها الشيكولي. ناقصة حتى الشوكولا، اصلا انا عندي سخانة مازلني شاكل شوكولا. بسم الله والله بنينة عجبتك، خفيفة تهبت. برافو ياسمين والله بنينة البنات، مش خاطر نشكر فيها مو جمالتها مهدرة. قول ياسمين ايش بدي البانكيك نتاعي، تعال روح خبز اما عنده يحلو الحوانت، تعال الخبز اما حبينا ننوعو.